المرأة التي استؤصل رحمها هل عليها عدة وفاة أو طلاق مع جزم الأطباء بعدم حملها للمدة؟ نعم العدة ما هي على شأن الحمل فقط، العدة تربص محدود شرعا للطلاق وللفراق بطلاق أو بوفاة، وليس الغرض منه انتفاء الحمل فقط. ولذلك يجب على العجوز من 100 سنة لو مات زوجها يجب عليها أنها تعتد، مع أنه مؤكد إن ما فيها حمل، مؤكد إن ما فيها حمل. لو طلقها وهي 100 سنة تجب عليها العدة. فليس المقصود من العدة هو معرفة براءة الرحم فقط، هذا من المقاصد وليس هو كل المقاصد. نعم.